بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بندرس اليوم إن شاء الله مادة الرياضيات للصف الأول متوسط الفصل الدراسي الثاني. لازلنا في نفس الفصل السابع اللي هو الهندسة المضلعات، وبدينا إن شاء الله أسبوع جديد الأسبوع العاشر اليوم الأحد. نكمل درس الأشكال الرباعية. ما هي الأشكال الرباعية؟ نسترجع أخذناها بالحصص الماضية. الشكل الرباعي هو شكل مغلق يتكون من 4 أضلاع و4 زوايا، سبق ودرسناها في الابتدائي. شكل رباعي شكل مغلق يتكون من 4 أضلاع، هذا ضلع، الثاني، الثالث، الرابع، 4 أضلاع و4 زوايا، الزاوية الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. إذن ولاحظنا أنه مغلق غير مفتوح، مغلق الشكل كامل، ويسمى بحسب أضلاعه وزواياه. طيب بنشوف إيش معنات الكلام هذا وأمثلة على الأشكال الرباعية. الشكل الآتي يبين العلاقة بين الأشكال الرباعية، في علاقة بين الأشكال، مبتدئاً بالشكل العام، عندي شكل عام وينتقل إلى الشكل الأكثر تحديداً، وطبعاً هذه كلها مراجعة أخذناها في خلال الحصص الماضية. إذن لو لاحظنا هنا في تصنيف الأشكال الرباعية، الشكل العام ما هو؟ الشكل الرباعي، وهو شكل مغلق يتكون من 4 أضلاع و4 زوايا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى متوازي الأضلاع. متوازي الأضلاع يعتبر أيضاً من الأشكال العامة، لأن تعريف متوازي الأضلاع شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان. ماذا يعني؟ هذا الضلع اللي هنا متقابل مع الضلع الذي أمامه، صح؟ إذن نلاحظ بينهم توازي، أي لا يلتقيان أبداً، متوازيان الضلع اللي فوق واللي تحت، إذن متقابلان متوازيان، ومتطابقان أي نفسه، إذا كان مثلا هنا 4 سنتي فوق بيكون 4 سنتي، وكذلك الضلع الذي في اليمين واللي في اليسار يكونون متقابلان متوازيان ومتطابقان. إذن شكل رباعي فيه كل ضلعين كلاهما اللي فوق وتحت مع بعض واللي يمين ويسار مع بعض. طيب نكمل. المستطيل، تشعبنا من متوازي الأضلاع إلى المستطيل. الآن نقول المستطيل ماذا؟ هو متوازي أضلاع. لماذا؟ لأن تحققت الشروط في المستطيل. إذن المستطيل هو متوازي أضلاع فيه 4 زوايا قائمة. خصص المستطيل إن 4 الزوايا ماذا بها؟ أحسنت، قائمة. كل هذه مراجعة لما أخذناه في الحصة الماضية. طيب نكمل. المعين، ماذا عن المعين؟ كذلك المعين هو متوازي أضلاع لأنها تحققت الشروط في المعين. إذن هو متوازي أضلاع، ولكن خصصنا فيه إن جميع أضلاعه متطابقة. هنا مثلاً 2 سنتي، 2 سنتي، 2 سنتي، 2 سنتي، ما تكلم عن الزوايا، تكلم فقط عن الأضلاع. إذن المعين متوازي أضلاع، جميع أضلاعه متطابقة. ماذا بعد المعين؟ المربع. المربع لو لاحظنا متوازي أضلاع. لماذا؟ لأنه أخذ جميع خصائص المتوازي أضلاع. وكذلك لو تلاحظوا في إشارة هنا وإشارة هنا، لاحظ جميع زواياه قائمة. من فين أخذين الزوايا القائمة؟ أحسنت، جميع زواياه قائمة، إذن أخذ صفات المستطيل. نكمل. وجميع أضلاعه متطابقة. من فين أخذنا الزوايا الأضلاع المتطابقة؟ ممتاز، ممتاز، من المعين. إذن المربع أدق وصف، وأخذ من متوازي الأضلاع، وأخذ من المستطيل، وأخذ من المعين. يتبقى لدينا شكل واحد، ألا وهو شبه المنحرف، ولكن شبه المنحرف فيه شرط، شكل رباعي ولكن فيه ضلعان متوازيان فقط. ماذا يعني فقط؟ الضلع اللي فوق واللي تحت متوازيان، أو الأيمن والأيسر، يعني فقط ضلعان هما المتوازيان. ولاحظ عبارة فقط، بشبه المنحرف فيه شرط محدد. طيب هذا بالنسبة لمراجعة لما أخذناه في الحصص الماضية. طيب نكمل. أراجع معاكم في الدرس اللي قبل، اللي هو درس قبل الأشكال الرباعية، بس يهمني هذا الخاصية.
في المثلث قلنا شكل ذو ثلاثة أضلاع، ابتعدنا شوي عن الأشكال الرباعية ولكن ليه هدف لإيجاد الزوايا عشان نراجع كيف نجيب الزوايا. هو شكل ذو ثلاثة أضلاع وثلاثة زوايا ويرمز له بالرمز مثلث، وهناك علاقة تربط بين زوايا. إذن عندي هنا قاعدة مهمة اللي هي مجموع زوايا المثلث. على السريع لأن سبق ودرسناها، مجموع قياسات زوايا المثلث تساوي 180 درجة. الرموز سين زائد صاد زائد عين، وش هذه؟ أحسنت، الزوايا، الزاوية سين والزاوية عين والزاوية صاد مجموعهم يساوي كم؟ أحسنتم 180 درجة. هذه ليش ذكرتها الآن؟ لأني بستخدمها في حل التمارين، بنحل مع بعض تمارين. طيب عندي هنا سؤال تحدي أخذته واجب فيما سبق، اللي هو سؤال 32 صفحة 110. افتح معي وطبق ونقرأ السؤال ونشوف. التحدي يقول طبق ما تعرفه عن المثلثات لإيجاد قياسات الزوايا المجهولة في الشكل المجاور. أستاذة هذا عن المثلثات ودرسنا على الأشكال الرباعية. نعم، إذا عرفت تجيبين، إذا عرفت تجيب الزوايا المجهولة في المثلث إن شاء الله بننتقل للشكل الرباعي بنفس الطريقة، ولكن مراجعة سريعة وسؤال تحدي، وأنا أتوقع إن شاء الله أنكم قدها وبتحلون التمرين. طيب نسترجع مع بعض أول شيء الزوايا كيف أجيبها. طيب أول حاجة ذكرناها مجموع زوايا المثلث تساوي كم؟ أحسنت 180 درجة. طيب هذه الأولى. عندي ملاحظة ثانية، الزاوية القائمة تساوي كم؟ الزاوية القائمة مثل هذه، الزاوية القائمة مراجعة من دروس سابقة. أحسنتم 90 درجة. طيب وعندنا الزاوية المستقيمة، نقول الزاوية المستقيمة تساوي كم؟ ممتاز، أحسنت 180 درجة. طب هذه المعلومات أنا بستفيد منها، اللي هي الزوايا المتتامة والمتكاملة كلها بستفيد منها اليوم. لاحظ مجموع زوايا المثلث 180 درجة، نحفظها، يعني المثلث الواحد مجموع زوايا 180. الزاوية القائمة اللي مثل هذه تساوي كم؟ 90 درجة، لأني بستفيد هنا منها في إيجاد الزوايا. الزاوية المستقيمة 180، وما هي الزاوية المستقيمة؟ أحسنتم، مثل هذه الآن تعتبر هنا زاوية مستقيمة، ألف زائد 125 زاوية مجموعهم يعطينا زاوية مستقيمة. طيب بنبدأ الحل مع بعض ونشوف كيف نحل. يلا، بالنسبة للزوايا مطلوب مين؟ مطلوب ألف والباء والجيم والدال. أول شيء نوجد الألف. طيب الألف لو لاحظنا جنبها مين؟ 125. مجموع الألف مع 125 يعطينا كم؟ أحسنت، يعطينا زاوية مستقيمة ويعطينا كم؟ 180. إذن أول شيء نقول ألف زائد 125 يساوي كم؟ 180. حل معادلة عادي. كيف أوجد قيمة الألف؟ نطرح 25 من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى، وبالتالي الألف تساوي 180 ناقص 125، وبالتالي تطلع قيمة الألف. كم قيمة الألف تطلع؟ يلا احسبوا معي، من الممتاز اللي يقول لي كم حساب ألف. ها؟ كيف نجيب حساب الألف؟ لاحظوا معي الآن، ينتج قيمة الألف تساوي 55. انتهينا من ألف، ننتقل الآن للباء. كيف نجيب الباء؟ لاحظ معي الباء موجودة وين؟ هنا. طيب أستاذة كيف نجيب الباء وإحنا ما نعرف الجيم؟ في معلومة عندي، أنا عرفت الألف وهنا عندي معلومة 60. كيف أجيب مجموع زوايا هذا المثلث؟ قلنا أحسنت 180 درجة. إذن نجمع الألف مع اللي هي قيمتها 55 أنتجناها مع 60 ونطرح منها 180، يعني 180 أطرحها من هذا المجموع تطلع لي قيمة الباء. معنات إذا كملنا حتطلع قيمة الباء 65، وطبعا ذكرت في الحصص الماضية بالتفصيل. ننتقل للزاوية اللي بعدها، الزاوية جيم.
طب أستاذ الجيم ما أقدر لأن ما هي معلومة عندي الدال في المثلث هذا، ما أقدر أجيب الجيم. طيب إحنا جبنا الباء ولا جبنا قيمة الباء، نقدر. وفي طريقة ثانية أني أجيب الدال. ليش أجيب الدال؟ ها من الذكي اللي يقولي ليش قلنا الدال نقدر نجيبها قبل. أحسنت، الدال لأن الدال مع الستون يعطينا كم؟ أحسنتم، زاوية قائمة بالتالي تساوي 90. إذن 60 زائد دال يساوي 90، معناته 90 أنقص منها 60 تطلع لي قيمة الدال. كم تطلع قيمة الدال؟ أحسنت، إذن فيها 30. إذن جبنا قيمة الدال، تبقى لدينا فقط الجيم اللي هنا فوق. طب عندي هنا مثلث قائم الزاوية، يعني زاوية هذه كم؟ ممتاز 90، والدال أوجدناها 30، وإحنا قلنا مجموع زوايا المثلث كم؟ 180. هنا 90 هنا 30 الدال، والقائمة 90، نقدر نجيب الجيم بسهولة اللي هي 180، نقص منها قيمة الزاويتين وبالتالي قيمة الجيم 60 درجة. نكمل. عندي هذه برضو اللي أخذناها في الزوايا، عفوا في الأشكال الرباعية، اللي هي زوايا الشكل الرباعي. مجموع زوايا الشكل الرباعي 360، يعني عندي شكل رباعي مجموع الزوايا الداخلية للشكل الرباعي تعطينا كم؟ 360. بس في ملاحظة هنا جميلة، قال الشكل الرباعي أقدر أقسمه إلى نصفين يطلع لي مثلث ومثلث، وإحنا اتفقنا المثلث الواحد مجموع زوايا كم؟ أحسنت، هذا مجموع زوايا 180، وهذا مجموع زوايا 180، لو ضربتهم في 2 حيطلع 360. واضح؟ لذلك قلنا مجموع زوايا الشكل الرباعي 360، واحتاجها كثير في حل التدريبات. طيب عندي هنا المحتوى الرياضي، إذا علم قياس 3 زوايا في الشكل الرباعي فإنه يمكن حساب قياس الزاوية الرابعة باستعمال معادلة جبرية بسيطة، نفس اللي سويناه في المثلث بنسويه في الشكل الرباعي. إذا عرفنا 3 زوايا بنقدر نجيب الزاوية الرابعة طبيعي. ليش؟ أحسنتم، لأن عندي قانون يقول مجموع زوايا الشكل الرباعي يساوي، أحسنتم، 360. نكمل. هذا الشكل الرباعي اللي أمامك، لو نفرض أعطيتك الزاوية هذه قياسها 90 أو 90، والزاوية الأخرى ولتكن 160، والزاوية اللي بعدها 50، ومطلوب إيجاد الزاوية الرابعة. لاحظوا استفهام، وحابة أنبه على نقطة هنا مهمة، لاحظوا الدرجة، الدرجة هنا 160 درجة تكتب فوق يسار بالعربي، بالعربية تكتب 160 درجة فوق دائرة صغيرة، 90 درجة هذه قياس الزاوية، وهذه هنا 50 درجة. هذه الزاوية مجهولة، كيف أجيب الزاوية المجهولة؟ أستاذة أنت ذكرتي مجموع زوايا الشكل الرباعي كم؟ أحسنتم، مجموع الزوايا عبارة عن 360. طيب عندي 3 زوايا كيف أجيبها؟ ها؟ أحسنتم، ممتاز، أجمع 90 مع 160 مع 50، وبعدين أطرح 360 المجموع كامل من هذا المجموع يطلع لي المجهول. بأي طريقة، في طالب ممكن يحل بطريقة أخرى، المهم إنه القياس يكون مجموع الأربعة هذه 360. نكمل. إذن لو جمعنا 160 زائد 90 زائد 50 بتطلع لي 300، تمام؟ طيب أنا أبغى الزاوية المجهولة، كيف نجيبها؟ أحسنت، 360 اللي هي مجموع زوايا الشكل الرباعي أطرح منها 300 المجموع اللي أوجدناه، وطبيعي حساب سريع 360 نقص منها 300، أحسنت، ممتاز، إذن 60 درجة، وهذه قيمة ماذا؟ الزاوية المجهولة. عشان أتأكد أن حلي سليم، إذا بغيت أتأكد من الحل السليم أرجع أجمع 90 و 160 و 50 و 60، إذا جمعت هذه الزوايا الأربعة وطلعت 360 إذن حلي صحيح. نكمل.
عندي هنا تحقق من فهمك في الجبر، أوجد قيمة سين في الشكل الرباعي المجاور. أوجد قيمة سين، نلاحظ المطلوب قياس سين، أو عفواً قياس الزاوية. إذن نلاحظ الشكل، معطينا شكل رباعي، شكل رباعي، سين مجهولة، الزاوية اللي هنا 48 والزاوية اللي هنا 157 والزاوية اللي هنا كم؟ 55. كيف نجيب الزاوية سين؟ ها؟ أحسنت، نجمع الزوايا وبعدين ممتاز، من مجموع زوايا الرباعي أقول 360 ناقص المجموع بتطلع لي قيمة سين. طيب إذن بما أن مجموع قياسات زوايا الرباعي يساوي 360، معنات أنه قياس الزاوية الأولى زائد قياس الزاوية الثانية زائد قياس الزاوية الثالثة زائد قياس الزاوية الرابعة يعطينا 360. ممتاز. إذن سين المجهولة زائد 48 درجة زائد 157 درجة زائد 55 درجة يساوي 360. مجموع الزوايا الداخلية للرباعي 360. طيب إذن المجموع لو لاحظنا بيطلع مجموع هذه كلها كم؟ 260. طيب أصبح معادلة من الدرجة الأولى، كيف أحلها؟ أحسنتم يا صف أول متوسط، 260 أطرحها من الطرف الأيمن ومن الطرف الأيسر عشان تروح مع بعض. إذن يبقى لي سين تساوي 360 أنقص منها 260، كم يطلع؟ كم؟ أحسنتم، تطلع سين تساوي 100. طيب في طالب بيقول أستاذة أنا أقدر أحلها على طول، أقدر أجيبها، سليم، لكن لازم نكتب القوانين عشان الأستاذ لما يصحح يشوفك عارف كيف جبت القيمة، إنه مجموع زوايا الرباعي 360، وتبين إنك فاهم بالفعل تجمع الزوايا ثم نطرح. ولكن صحيح العبارة، المهم إني أطلع السين، الزاوية سين تساوي 100 درجة. أبغى أتأكد من حلي إنه حلي سليم، أقوم بإيش؟ بجمع الزوايا، الزاوية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، إذا طلع 360 إذن إجابتي صحيحة. جميل يا صف أول متوسط، أي عملية أو حل تسوونه تأكدوا من الحل عشان تشوفون حلكم سليم أو لا. نكمل، هنا عندنا مثال إضافي في الكتاب موجود، يقول المثال احسب قيمة سين في الشكل الرباعي المبين. لاحظ معي شكل رباعي، أعطاني هنا 120 مقابل لها سين، وهنا 60 60. طيب أدقق في الرسمة، طيب 60 60 المتقابلة متساوية، الشكل عبارة عن ماذا؟ خلينا من الشكل، مجموع زوايا الشكل الرباعي يساوي 360. طبعا عندي ثلاث زوايا، بتقولوا لي أستاذة نجمع 60 زائد 120 زائد 60 كم يطلع؟ أحسنتم، هنا 120 وهنا مجموعها 120، بالتالي 240. ممتاز. بعدين كيف نجيب سين؟ 360 ناقص 240 بتطلع سين كم من الممتاز اللي قاعد يحسب معايا الحين؟ أحسنت، السين بتطلع 120 صح؟ إذن السين أوجدناها 120. طيب أستاذة أنت قلتي أكتب القانون وسوي، فيه شيء لو كتبتيه يغنيك، من يلاحظ كيف طلعت 120؟ سين 120 والزاوية اللي مقابل لها 120، وهنا 60 هنا 60، ماذا نلاحظ؟ أحسنت، ممتاز، الشكل عبارة عن متوازي أضلاع صح؟ المتوازي أضلاع فيه الأضلاع المتقابلة متطابقة، في كل واحدة يعني اليمين واليسار متطابقة ومتوازية، واللي فوق وتحت متوازية ومتطابقة، بالتالي بتكون الزوايا المتقابلة متساوية 60 60 وسين 120. بما أن الشكل متوازي أضلاع مباشرة أقول سين تساوي 120. ليه؟ لاحظ معي، إذن لو لاحظت متوازي الأضلاع شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيان ومتطابقان. إذا كانوا متوازيان ومتطابقان بالتالي إن الزوايا المتقابلة
بتكون إيش؟ متساوية. طيب نكمل. إذن إيجاد قياس القياس المجهول، أوجد قيمة سين في الشكل أو أوجد قيمة سين في الشكل الرباعي المجاور بنفس الطريقة. اللهم قال لك هنا هذه الزاوية 71، الزاوية هنا 164، الزاوية هنا سين المجهولة، وهنا أعطاني إشارة. ماذا تعني هذه الإشارة أو العلامة هذه؟ أحسنت، زاوية قائمة. الزاوية القائمة كم قياسها؟ متميز. الزاوية القائمة قياسها كم؟ 90 درجة. إذن عندي 3 زوايا في الشكل الرباعي، هل نستطيع إيجاد الشكل الآخر؟ ممتاز، أحسنت. إذن 90 زائد 71 زائد 164، وبعدين أطرح من 360 قيمة المجموع هذا، حيطلع لي قيمة سين. وبالتالي بما أن المجموع 360 بنجمعها تطلع 325، وأطرحها من القيمتين هنا، أطرحها من الأيمن والأيسر عشان أوجد قيمة سين. إذن السين هي 360 ناقص 325، وبالتالي تطلع لي سين تساوي 35. إذن معنات الزاوية اللي هنا قياسها كم؟ 35 درجة. طيب نكمل عشان أتأكد من الحل. زي ما قلت لكم شو تسوي؟ ممتاز، أقوم بجمع الزوايا الأربعة. إذا طلع مجموع الزوايا الأربعة مع 35 المجهولة، إذا جمعتيها طلع 360، إذن إجابتي صحيحة. طيب كذلك أعطاني سؤال 26 في الكتاب. السؤال يقول أوجد قيمة سين في كل من الأشكال الرباعية، وأعطيتك سؤال 26. طيب أدقق النظر. أحسنتم، هنا 100 هنا 100، هنا سين هنا سين. اختلف عن السؤال اللي قبل شوي. طيب أنا عارف أنه الشكل متوازي أضلاع، أو لو ما عرفتي، طيب أنا عندي هنا 100 وعندي هنا 100، عندي زاويتين مجهولة. أستاذة أنت قلتي إذا زاوية مجهولة واحدة أجمع الـ3 زوايا وأطلعها. طب هنا زاويتين. طيب في طريقة جميلة الآن، بما أني عرفت أن الزاويتين المتقابلتين هذه متساوية بصرف النظر عن الشكل، خلاص أنا عرفت هنا 100 هنا 100. طيب مجموع الزوايا 360، عندي طرق كثيرة، في طالب ممكن يجيب لي طريقة من عنده. نشوف الحين كيف ذكرنا طريقة الحل الأساسية. مجموع قياسات الزوايا الرباعية كم؟ الشكل الرباعي؟ أحسن، 360. إذن أول خطوة أسويها سين أجمعها مع 100 تساوي 360 كاملة مقسومة على 2، صح ولا لا؟ كأني أخذت النصف عشان أوجد القيمة، عشان تطلع لي قيمة السين. طيب نكمل، كم يطلع؟ 180. طيب الآن المعلومة الأولى عرفناها، أنه سين زائد 100 يساوي 180. طبعا أبغى أطلع قيمة السين، أطرح 100 وأطرح 100. إذن السين 180 أنقص منها 100، بتطلع لي كم قيمة سين؟ أحسنتم، بتطلع قيمة سين تساوي 80. طيب في طالب ثاني يقول أستاذة معليش أنا ممكن أحلها بطريقة ثانية. كيف تحلها بطريقة ثانية؟ يقول لي أجي أقول مباشرة 100 زائد 100 تساوي كم؟ 200، صح؟ أقول صح. يجي يقول طب 360 أنقص منها 200 كم يطلع؟ أقول له يطلع كم؟ ها؟ نقص منها 200 تروح 160، صح؟ يقول لي خذ 160 أستاذة ونقسمها على طول على 2 عشان تطلع لي قيمة سين. خلينا نشوف، لو قسمنا 160 على 2 بيطلع 80. أحسنت، بقول له أحسنت، طريقتك جدا إبداعية. بما أنك عرفت أن مجموع الزوايا 360 بطريقة ثانية، جمع لي 100 مع 100، استبعد هذه القيمتين وقام طرح 360 من 200 طلع لي 160، قسم 160 طلعت 80. كلا الطريقتين صحيحة وإبداعية، الهدف أني أوجد قيمة المجهول. طيب اكتشف الخطأ، سؤال 36. لو لاحظنا هنا وصف كل من فيصل وعبد العزيز المستطيل، كل واحد وصف المستطيل بوصف، فمن وصفه أدق؟
مو خطأ، لاحظ، فمن وصفه أدق. فيصل يقول شكل رباعي، أنا حطيت لكم الشكل هنا عشان تستوعبون شكل المستطيل، شك أو تسترجعون عفوا لأنكم عارفينه ماخذينه في الصف من الصفوف الابتدائية. فيصل يقول شكل رباعي فيه كل ضلعين متقابلين متوازيين، كل ضلعين متقابلين متوازيين، صحيح كلام فيصل مو خطأ صح. نشوف كلام عبد العزيز، متوازي أضلاع فيه أربع زوايا قائمة، كل كلامهم صحيح ولكن من اللي أدق في الوصف؟ أحسنتم عبد العزيز، أدق في الوصف. نكمل، ناخذ تدرب أو تدريب على اختبار سؤال 38 صفحة 121، ياليت تكونوا متفاعلين معي وفاتحين الكتب. أي الأسماء الآتية لا يصف الشكل أدناه، لا يصفه هذا الشكل اللي قدامي موجود في الكتاب، نلاحظ خط 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 خط، إيش يعني؟ أحسنت، معنات الأضلاع كلها متساوية. وماذا نلاحظ في الزوايا؟ فيها زي المربع الصغير، إيش قلنا هذه؟ 90 درجة، ماذا تسمى؟ قائمة، ممتاز. لو لاحظنا الأربع الزوايا قائمة والأربع الأضلاع نفس القيمة المتقابل، كل الأربع. إذن نشوف، يقول لك هل هو مربع؟ نعم مربع. هل هو مستطيل؟ احنا قلنا المربع شامل للمستطيل وشامل للمعين. طيب هل هو شبه منحرف؟ إذن بالتالي مباشرة بقول شبه المنحرف لا. ليه؟ نلاحظ السؤال، صيغة السؤال لا يصف الشكل، لا يصف الشكل، إذن شبه المنحرف لا يصف. ليه؟ من الممتاز اللي يذكرني ما هو شبه المنحرف أو ما هي صفة شبه المنحرف إلا اللي خلاني أستبعدها من الشكل. أحسنت، ممتاز. شبه المنحرف شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط، الشرط الموجود قدامي هنا ما هو متحقق، أنفال الكلام. إذن نستبعد شبه المنحرف لأن جميع أضلاع المربع اللي قدامي هنا، جميع الأضلاع، كل ضلعين عفوا متوازيين وجميعها بنفس القيمة، مثلا هنا 2 2 2 2، هنا أعطاك ضلعان متوازيان فقط في شبه المنحرف، لاحظ اللي فوق واللي تحت بس هذولا ما هم متوازيان، وبالتالي استبعد في الحل هنا. طيب نشوف تدريب على اختبار سريع سؤال 39 صفحة 121، لاحظ معي أي الجمل الآتية صحيحة دائما بالنسبة للمعين. نشوف المعين له أربع زوايا قائمة، هل هذه صحيحة؟ أحسنتم، لا تستبعد. مجموع زوايا 180، طيب المعين شكل رباعي، مجموع زوايا 180 خطأ، إذن تستبعد. فيه ضلعان متقابلان متوازيان فقط، هل المعين فيه ضلعان متوازيان ضلعان متقابلان متوازيان فقط؟ تستبعد. له أربع أضلاع متطابقة، أحسنتم، هذه صحيحة في المعين، ولازم نحفظ الخصائص عشان يسهل علينا الإجابة، مدام صحيحة دائما إذن هي فقرة دال. الآن آخر جزئية من درسنا عبارة عن رسم الأشكال الرباعية وتصنيفها، أرسم شكل وأصنف. نشوف السؤال عندنا في الكتاب، ارسم شكلا في كل مما يأتي ثم صنف بأفضل اسم يصفه. الشكل طلب شكل رباعي حدد فيه ضلعان متوازيان فقط، من هذا الشكل؟ أحسنتم، سمعتها منكم الحين صح، بس بنشوفها بعد ما نرسم. شكل رباعي فيه ضلعان متوازيان فقط، على السريع طريقة الرسم، ارسموا معي، خذوا مسطرة وارسم. طيب وبعدين بعد ما ترسم مثلا يكون 4 سنتي، نجيب المثلث الرسم ونرسم معاه مستقيم متعامد بيكون بهذا الشكل، ثم بعد ذلك نجيب المثلث كذلك من الجهة الأخرى. أنتبه لنقطة أني حطيت واحد قصير واحد طويل، لماذا؟ أحسنت، لأني أبغاه على الشرط اللي ذكر، بس الضلعين ضلعين متقابلين متوازية، مثلا هذا وهذا خليه متوازية. طيب نكمل، نرسم من فوق وبالتالي ينتج هذا الشكل. ماذا يسمى هذا الشكل؟ ها، أحسنتم، يسمى شبه
منحرف، لأن فيه ضلعين متقابلين متوازيين. لو لاحظنا إذن هو شبه منحرف. رسم سريع آخر، متوازي أضلاع فيه أربع زوايا، أربع أضلاع متطابقة، أربع أضلاع متطابقة. على السريع نرسم متوازي أضلاع بالمسطرة والمثلث الرسم، بيكون متعامدان، نوصل بينهم بطريقة سريعة، ثم ينتج لدينا ماذا ينتج؟ أحسنتم المعين. وكذا يكون انتهينا من الدرس، يعطيكم العافية، شكرا لكم.